يوليو سنة 2013 وأنا يعني مسكون بالتفكير في الإخوان، ووصلت إن هما سقطوا من اللي كانوا بيحكمونا من التيار القطبي مش اللي حسن البنا. حسن البنا كان بيقول لرجالته لما المصريين 60% يبقوا إخوان نبقى نحكم. القطب بيقول لا نحكم دلوقتي. فهم حكمونا وإحنا مش لسه إخوان. يعني يقول مثلا كنا 25% إخوان. فعشان كده كان ممكن إسقاط تجربتهم. لكن هم لو قعدوا يشتغلوا سيستماتيك زي ما كانوا شغالين كانوا بيحولوا، يعني هم لازم نعترف لهم بالكفاءة. لو ما اعترفناش ان هم اكفاء، اكفاء من وجهة نظرهم هم لهم الكفء، هو اللي بيحقق اهدافه مش كده؟ فهو اهدافه ان ينزل في المجتمع ويعالج الناس ويعلم ولادهم ويجيب دكتور امراض نساء للراجل، اهم حاجه عنده ان مراته تجيب له ولد، وكل الموضوع ده هو اشتغله كويس من وجهه نظره، هو اشتغل كويس. هو في الحقيقه نقدر نقول ان هو بقدر ما اختفت الدوله بقدر ما تواجد هو. كلما كان في فراغ هو ملاه. مفيش دكتور امراض نساء هو بيعمل في الجامعه دكتور امراض نساء. مفيش دروس خصوصيه هو بيعمل دروس خصوصيه. فهو ثمرة طبيعية لدولة فاشلة. الدولة كلما تقاعست عن القيام بواجباتها كان هو مستعدا بتمويل عالمي كبير من حلول محلها. لما اقول ان هم حكمونا بنظرية السيد قطب مش حسن البنا، نفرح ان هم سقطوا، بس سقوطهم في رأيي ان هو مش نهائي. يعني اللي اصل نهائي يعني ايه؟ يعني هم مش موجودين دلوقتي؟ لا مش صح. موجود. انا بشوفهم في انجلترا حيث اعيش نص السنة، وجود مرعب. يعني وجود، يعني انا يوم 1 يوليو اللي فات كنت ماشي في البرلمان الانجليزي وماشي معايا واحد مصري مهاجر من زمان فيعرف انجلترا انسايد اوت سايد، يقول لي ايه؟ اللورد ده على حساب اللي بيتصرفوا عليه حماس. اللورد ده بتاع الاخوان. هم اشتغلوا من وجهه نظرهم. ها؟ تتخيل المشرع البريطاني في ناس بتقول للحكومة، ما هو هناك المشرع أعلى من الحكومة مش كده؟ لا، بيقول للحكومة لا الإخوان دي مش عصابة ولا حاجة، ده حزب سياسي له وجهة نظر. فتيجي تقول لهم زي جون كيري لما آخر مرة بيتكلم يقول إيه؟ يقول آه في بعض الإخوان إرهابيين بس مش كلهم. ده الشغل، ده نتيجة الشغل. اشتغلوا سيستماتيك، اشتغلوا على مكاتب العلاقات العامة. عرفوا في أوروبا إن في حاجة اسمها مكتب علاقات عامة، بيبني ايمج لكلينتون، بيبني ايمج لبوش، ده بيعلموا الناس يتكلموا ازاي، ها؟ بيعلموا الناس فنون المسرح، الفرق اللي هو ايه؟ اما تقف تحرك ايدك اليمين تبص للناس ازاي؟ ما هو الخطابه فن. وكان عبد الواسع عصر بيدرس الخطابه فين؟ في معهد المسرح، مش كده؟ تمام. يعني انت يعني في علاقه بين التمثيل والخطابه وفن المسرح، ها؟ فانت بتصنعي شخص قدام الناس او تصنع شخص تقول له كلمتهم، كان بيقولوا له وانت بتعمل ايدك كده تقول تشينج، كل مره كلمه تشينج تقولها وانت بتعمل ايدك كده، ها؟ فيستقر في العقل الناس ان الراجل ده هيعمل تشينج.